فالباث بلانينج ايش بقول؟ رح ناخذ عندي كيو اي، هي كيو اي معرف، كيو اف هي كيو اف معرف، اوكي ماشي الكل فاهم. هذا اسمه الجوينت سبيس. الجوينت سبيس اخذنا كيو بدات من زيرو من الانيشال وراحت للفاينل. ايش الاختلاف بين الانيشال والفاينل؟ ما تغير شيء بالريست ولا تغير شيء بالالبو، في زاويتين تغيروا، الويست والشولدر. واحده حركناها بلس 90 واحده حركناها ماينس 90. حوالين مين هذول؟ الاكسس تبعهم، الاكسس تبعهم هم. هلا هاي حظها بتيجي انها الزد منطبقه مع الزد الجلوبال، بس هاي لا، هاي بتصير حوالين الشولدر. ممكن الشولدر بطل منطبق على شيء فيكس. ماشي اوكي. فعندي هون لو جينا هلا بدنا ننتقل الان من البوز الاول للبوز الثاني في مجموعه خطوات، فبدي اعمل نوع من الانيميشن. شوفوا ايش الانستركشن بقول. هلا باجي بقسم الزمن، بقول له بدي تنتقل من البوز الاول للبوز الثاني خلال ثانيتين، 2 سكندز، بخطوات مقدارها قديش؟ 0.1 اوف سكند. اوكي، فانا عمالي بقول بدي انتقل من البوز الاول للبوز الثاني خلال ثانيتين، كل مره بدي يزيد الزمن 0.1 يعني 100 ملي سكند. ممكن نعملها 10 ملي سكند، ممكن تغيرها زي ما بدك. هذا الانستركشن يو فاميليار بهذا الانستركشن، عارفين شو هو؟ ايش بيعمل؟ بيعمل فاريبل تي اري. الاري هاي بتبدا بزيرو، بدها تنتقل من زيرو ل 2 في خطوات مقدارها 0.1، فراح تكون تي فيها زيرو 0.1 0.2 0.3 0.4 لحد ما اوصل 2. كل فاهم هذا الانستركشن شو هو؟ شو بعمل؟ هي نكتبه هون. لو اخذنا هذا الانستركشن تي ونسخناه كوبي، عرفنا فاريبل اسمه تي. شو صار عندي تي؟ هي قيمه. اذا بنطلع على تي هون، هي تي هو عباره عن 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5. اوكي الكل فاهم شو اللي عملناه؟ احنا هون عرفنا فاريبل تي اري، هي صارت اري. الاري فيها 21 element، 21 لانها بتبدا ب 0 وبتنتهي ب 2 وفي بينهم 19. 19 و2 21. عرفنا تي. تي رح نستعملها، هي رح تكون التايمر تبعي اللي رح يحرك من البوز الاول للبوز الثاني. فرح نتحرك الان على تي، على انغام تي. اوكي، اذا بدكم تستعملوا هذا التعبير. تي هي رح تحدد الوقت اللي رح ننتقل فيه. هلا في عندي شيء اسمه هون جي تراج. تراج من كلمه تراجكتوري. طب والجي؟ جوينت. بغير الجوينتس هلا. يعني ما بقول له انا انتقل لي والله الباث، بدي هذا الباث. شو بقول له؟ بقول له مين اللي تغير من الجوينتس على فكره؟ السته. مين راح يتغير من البوز الانيشال والبوز الفاينل؟ واحد واثنين. بس واحد واثنين مضبوط. اطلع على كيو انيشال وكيو فاينل مره ثانيه. هي اطلع على كيو انيشال وكيو فاينل، هي قيمهم. كيو انيشال ايش قيمه؟ زيروز. كيو فاينل 200 و4 زيروز. إذا هل هدول الجوينتس رح يتغيروا؟ رح يضلهم مجمدين في مكانهم، بالالبو والريست رح يضل مجمد في مكانه. مين رح يتغير؟ رح يتغير ثيتا 1 يلف هيك، وثيتا 2 رح يلف اظن هيك لتحت. شو عمالي بقول له؟ بقول له أنا قسم لي هاي الحركة، حركة ثيتا 1 وثيتا 2 على الجوينت سبيس. فحرك الجوينت سبيس تدريجيا لواحد وتدريجيا لاثنين بحيث انهم يغطوا الزاويتين. شوف شو رح يطلع معي هلا فيريبل جديد، رح يطلع معي فيريبل جديد اسمه كيو. هلا كيو على فكره كيو رح يكون فيه 6 كولومز. اول شيء ايش الدايمنشن تبع كيو اي؟ كيو اي هو 1 في 6، مش هيك؟ اللي هو كان 0 0 0 0 0 0. كيو فاينل كان عندي باي على 2 مش هيك؟ ناقص باي على 2 بعدين 0 0 0 0. ايش الدايمنشنز تبعت هاد؟ 1 في 6. هذا 1 في 6. هلا كيو لا، كيو هو عباره عن مجموعه من هذول ورا بعض. فكيو رح يكون ايش الدايمنشنز تبعته؟ لاحظوا طلعوا هون كيو. كيو رح يكون عباره عن من كيو اي لكيو اف هون على تي. فرح يبدا من كيو اي، فكيو نفسه رح يبدا من كيو اي، رح ينتهي بكيو اف، وبينهم ايش رح يصير؟ رح انتقل من زيرو. هون في عندي 19 واحد بينهم بحيث يصيروا 20 سطر،
طبعا هذول واضح انه انتقلت من 0 ل 0 0 ل 0 0 ل 0 اذا ايش بينهم راح يكون كلهم هذول زيروز ما فيش فيش شيء انتقل له هذول الزاويه راح تتغير تدريجيا فراح تتغير من 0 ل 90 تدريجيا على كم اليمنت اوريدي انا عندي واحد هون وواحد هون قديش ضل ال 21 20 كل فاهم ليش 21 مش 20 انا عندي 20 فتره بس عدد اللي بحدد هم 21 فعندي هون من صفر لهي راح تختلف من صفر لهي راح تختلف راح تتحرك هلا راح نشوف قيمه كيو اذا هذا الانستراكشن جاي كراش بقول قسم لي الجوينت سبيس اللي اختلف اللي انتقل من القيمه هاي للقيمه هاي الانيشال فاليو والفاينل فاليو حسب الماتريكس او الفيكتور تي اللي بعطيني هذول وبعدين بنعمل له بلوت هلا بلوت ذكي كانستراكشن اذا اعطيته بوز واحد بقيمه واحده بعمل كلوز وبوقف بس اذا بلوت اعطيته هذا ايش راح تكون الدايمنشنز على فكره تبعت كيو؟ 21 في 6 فراح يكون عنده 21 بوزيشن فبلوت راح ياخذ ال 21 بوزيشن هذول وراح يصير يعمل لهم بلوت كانه ايش عم بعمل؟ انيميشن كانه عم نعمل انيميشن ندخل هلا هذول عرفنا تي هلا راح نعرف كيو فكيو راح اخذها من هون احطها بالكوماند ويندو كوبي هي تطلع على كيو واضح انه كيو كيف اختلفت زي ما توقعنا هون ها اول سطر ايش المفروض يكون 6 زيروز اخر سطر بوصل للفاينل بوزيشن بينهم عم بنتقل بطريقه معينه اظن انه متساوي بحطهم متساوي بظن بعرفش اذا بعمل سبيد تايم بروفايل بعمل سبيد تايم بروفايل اوكي اذا بعمل سبيد تايم بروفايل اوكي انتقل اذا انتقل بينهم من 0 ل 1.7 اللي هي باي على 2 اظن بيستعمل الكوانتيك بولينوميال اوكي رح نحكي بعدين عن الكوانتيك بولينوميال بهمنا هلا هون انه انتقلنا صار عندي كيو لاحظوا هلا بلوت اذا دخلت عليها كيو بدل ما ادخل عليها كيو اي بفهم انه هذا عباره عن اري لها نمبر اوف روز وبصير كل رو هو عباره عن حركه فالان اذا اخذنا الانستركشن اللي بعده اللي هو بلوت كيو اللي هو هذا بس لازم نحط كيو مش كيو اف اللي هو هذا اوكي واضح ايش عمل؟ انتقل من البوز الاول للبوز التالي غير كيو 1 وكيو 2 ثيتا 1 وثيتا 2 هلا ما في تنسيق بين ثيتا 1 وثيتا 2 فممكن الايد وهي مره تضرب في اي شيء ها؟ فاهمين؟ احنا كل اللي عملناه خلينا كيو 1 تختلف وكيو 2 تختلف كانه زي في طالبين، الطالبين هذول بدهم يوصلوا من نقطه البدايه لنقطه النهايه بس كل واحد عنده نقطه بدايه ونهايه مختلفه، المهم ايش يلتزموا؟ انه كلهم يبدوا بزيرو وينتهوا ب 2 سكندز خلص كل واحد بغير النتيجه اعطتني مسار المسار هذا انا ما بقدر اتنبا فيه شو هو لانه كل اللي صار انه ثيتا 1 تحركت من صفر لباي على 2 ب 21 خطوه او 20 خطوه وثيتا 2 كمان تحركت ممكن نبطئ هذا شوي اذا بطئناه شوي بنعمل تي بنكبر الدايمنشنز تبع التي فبدال ما تي اعملها زي هيك رح اصغر هاي لواحد ل 10 ملي سكند وبعدين راح ارد اعمل جنريشن مره ثانيه لكيو على تي وبعدين راح ارد اعمل بلوت على كيو كان مفتوح هلا ابطا طبعا واضح انها ابطا لانه هلا هون صار 10 اضعاف البوينتس وهذا مش ريل تايم على فكره هو ما بيعرف انه تي فاهمين؟ ما بيعرف انه هو لازم يغيب او بين الخطوه والخطوه ياخذ 100 ملي سكند او 10 ملي سكند هي نفس الحركة اللي صارت بإمكانك تطلع عليها من مكان ثاني فبإمكاننا نلف هلا من هون نطلع من هون ايش رأيكم؟ نعمل هيك نرد مرة ثانية وبسرعة نحاول نرجع نطلع هون واضح انه واحد عم بيتحرك والثاني عم بيتحرك اوكي؟ واضح انه هاي ثيتا 1 عم تتحرك وبنفس الوقت ثيتا 2 عم تتحرك اللي هي الشولدر عم بيتحرك حتى يوصل المهم انه كلهم يخلصوا التنتين يخلصوا مع بعض هلا بامكاننا نرسم مسار نرسم اشياء ثانيه بس هذا جيد